ايه رايك في هذا السؤال بهذه الصيغه؟ ايه دخل نقابه الاطباء انها تدعم هؤلاء؟ الحقيقه بس هبدا من اخر نقطه. هو الاتهام اللي تم توجيهه من الدكتور سيد، انا اول مره اسمعه دلوقتي. تمام، يمكن قبل في الاعداد برضه انا مع الدكتور حسن سمعته برضه منه، كنت قلت له انا اول مره اسمعه يعني. بس هو ما قالهوش ليا بالصيغه دي جوه. انا بس عايز المبنى ده اشرحه بس للناس. هو المبنى في نقابه الصيادله، في نقابه اطباء الاسنان، وفي مقر نقابه الاطباء البيطريين، وفي دور في الاخر كده اللي هو في اللجنه القانونيه المحامين، وفي قضايا الاطباء والخاصه بنقابه الاطباء. يعني هو في دور موجود في اخر المبنى ده في قضايا الاطباء اللي على مستوى مصر كلها اللي موجوده في نقابه الاطباء، وفي طبعا مجموعه من المحامين والموظفين اللي موجودين في المكان ده. المكان ده من الاماكن اللي تم تكسيرها والاعتداء عليها. من مين؟ وتنظيف. ما هو ده السؤال بقى. هل انا لو انا متحالف مع مجموعه من الصيادله مثلا، او دخلت في مشكله خاصه بنقابه الصيادله، وده طبعا ده شيء احنا بننفيه تماما وبننفيه مرارا وتكرارا، وما فيش عليه اي ادله غير بس مجرد ادعاءات تصدر من هنا او هناك. هل انا هكون حريص ان يكون الناس دي تدخل تكسر لجنه من اهم اللجان اللي بتشتغل في النقابه، ومكان من اللي بيحتوي على قضايا الاطباء على مستوى الجمهوريه كلها، قضايا بتتقطع وتترمى على الارض، وموظفين بينضربوا وبيطردوا بره المبنى، وقضايا شغالين فيها بقالنا سنين. يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش الحصر حقيقي لكم الخساره اللي احنا خسرناها من قضايا في المنطقه دي. يعني حضرتك بتنفي انه تكون نقابه الاطباء دليل؟ انا بجيب دليل. انا بخاطب عقول الناس بقى. يعني اي عقل يا جماعه بيفكر شويه معانا يفكر كده. انا بقول لحضرتك اللجنه القانونيه الخاصه بنقابه الاطباء، ودي اهم واحده من اهم اللجان اللي موجوده في نقابه الاطباء، موجوده في المبنى ده، وتم الاعتداء عليها والاعتداء على موظفيها والمحامين الموجودين فيها، وتنظيم القضايا الخاصه بالاطباء ومع الارض من الشبيك وحرب الشكل ده. الشيء الثاني على لسان كل، ممكن الدكتور محمد عبد الحميد يدخل معانا مداخله، على لسان كل، وهو واحد من الناس المتهمين، لان هم شكوا طبعا بالاتفاق مع الساده الصيادله اللي تم عزلهم من مجلس نقابه الصيادله. كل الناس دي نفت. كل الناس نفت في فيديوهات، في مداخلات تلفزيونيه، في احاديث صحفيه، في مؤتمر صحفي تم نفي الموضوع ده بشكل كبير جدا، ولا يملك عليه اي احد، اي من المدعين اي دليل. الحقيقه يعني